استاذ خالد، هاخد اول سؤال لحضرتك من سؤال من الكلمه اللي لسه ذاكرها الدكتور دلوقتي لما بساله على تجارب الدول العربيه كنموذج، يعني رد عليا قال لي استحاله تلاقي عندهم كتب خارجيه. اشمعنى عندنا في مصر كتب خارجيه؟ اشمعنى عندنا في مصر دي؟ يعني ليها اسباب كتير جدا. هو اصلا يعني منظومه التعليم وفلسفه المناهج وبناء المناهج المصريه هي اللي رسخت لقيم الكتب الخارجيه. بمعنى ان انا الكتاب المدرسي ما بقاش فيه اهداف، خرج عن اهداف او سياسه المنظومه التعليميه او مخرج التعليم، وترسخت في قيم الحفظ والتلقين واساليب الامتحانات ووضع الدرجات. كل ده بيرسخ لقيم في اتجاه لإفساد المنظومة التعليمية، أو لنهمش الإخراج التعليمي للطالب، إن الطالب يبقى عنده طالب مهمش تلقى حفظ وتلقين وشكل معين لنموذج السؤال وشكل معين للامتحان. بالإضافة إن في حاجة كمان غريبة اتضافت في الفترة الأخيرة، في السنة اللي فاتت تم إزالة كل التدريبات من كتاب المدرسي بتاع الحكومة، يعني كتاب الحكومة حضرتك اتشال منه التدريبات اللي هي اصلا اساس الكتاب المدرسي. التدريبات دي على ما اعتقد بتبقى من عناصر الجذب للطالب، مش كده؟ بالظبط. بتخليه يشتغل كده بالظبط، تم حذفها من الكتاب المدرسي. طيب الطالب ما عندوش في الكتاب المدرسي تدريبات يلجا ليها ويحل الاسئله فيها، فبالتالي بيلجا للكتب الخارجيه. طيب الكتب الخارجيه وجودها اصلا مبني على فلسفه التعليم نفسه، يعني اسلوب التعليم واسلوب التقييم واسلوب المناهج. طب ما احنا بنغير التعليم نفسه يا استاذ، شغالين في البروسيس. تغيير التعليم يعني نفسه ده نظام جديد لسه هيبدا مع الكيجي واولى ابتدائي. لكن في عندنا سنوات من ثانيه ابتدائي تقريبا لحد ثالثه ثانوي، لحد ثانويه عامه، في سنتين في الثانويه العامه، السنه اولى ثانوي والسنه دي ده جديد. حصل فيها تغيير. اولى دلوقتي بدا فيها تغيير. اولى ثانوي وكي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي حصل فيها تغيير وتطوير للمناهج الموجوده. طيب. بشكل لا، مفيش تطوير للمناهج، مفيش تطوير في تنقيح يمكن للمناهج ولا تنقيح. المناهج كما هي، اللي هيتغير في الثانويه في اولى ثانوي هي فلسفه الامتحان نفسه، فلسفه السؤال. هو يعني تقدر تسميه حضرتك تطوير للتقييم وليس للمنهج او المحتوى. يعني المنهج زي ما هو، بالعكس تم اضافه حاجه جديده، ماده جديده، ان في بعض المواد كانت بتبقى منتهيه في الترم بقت ممتده طول السنه. ده برضه في مشاكل كتير جدا وزاد الضغط. ممكن دكتور سليم برضه يعني كخبير واستشاري في مناهج في التربيه والتعليم ممكن يقول لنا هل المناهج دي كي جي 1 و2 واولى ثانوي اتطورت شويه؟ انا برد على الاستاذ خالد ان لا يمكن تغيير نظام الامتحانات بدون تطوير للمنهج وبدون تطوير لاسلوب تدريس المنهج. يعني انا لما امتحن حضرتك بشكل مختلف عن الامتحان التقليدي، لابد ان حضرتك تاخد المعلومه او يحصل تدريس للطالب بشكل جديد يتناسب مع طريقه التقويم، لان هو ايه القصه؟ ان انا بقوم في ضوء المحتوى اللي عندي، فان لم يكن هناك محتوى مطور واسلوب تدريس مطور قائم على النشاط واسلوب تدريس جديد وتدريب معلمين الوزاره في المرحله الثانويه على هذا الامتحان، اذا انا بدي لك معلومه، المعلومة دي بدربك عليها في امتحانها بشكل ايه مختلف تماما عن نظام التقييم. طيب انا حاسه ان استاذ خالد هنا ليه ربما وجهة نظر مختلفة، بس استاذ اسمحك اخد تليفون حد